أطفال الزمن الجميل، كيف أصبحوا وأين ذهبوا وآخر ظهور لهم، وهل ما زالوا على قيد الحياة؟ فيروز. فيروز أشهر طفلة في السينما المصرية، اكتشفها أنور وجدي وبدأت في فيلم ياسمين، وآخر أفلامها بفكر في اللي نسيني مع هند رستم. توفيت في 30 يناير عام 2016. فاتن حمامة، أول ظهور لها كطفلة في فيلم يوم سعيد مع محمد عبد الوهاب، حتى أصبحت سيدة الشاشة العربية. توفيت في 17 يناير عام 2015. إكرام عزو، ظهرت في العديد من الأفلام، أشهرها فيلم عائلة زيزي مع سعاد حسني. توفيت في 13 يونيو عام 2001 بدولة الإمارات، ودفنت في مصر. نيلي، ظهرت مع شقيقتها فيروز في فيلم الحرمان، ومع صباح في فيلم توبة، حتى أصبحت نجمة استعراضية كبيرة خاصة في مجال الفوازير. لبلبة، ظهرت في العديد من الأفلام كطفلة، منها أربع بنات وظابط مع أنور وجدي، والبيت السعيد والحبيب المجهول مع حسين صدقي، حتى أصبحت نجمة في السينما والتلفزيون. أحمد فرحات، ظهر كطفل في أفلام إشاعة حب وشارع الحب، ولكن أشهرها فيلم سر طاقية الإخفاء مع الفنان عبد المنعم إبراهيم، انقطع بعد عام 1967 لفترة طويلة، حتى عاد مؤخرا في بعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية. نادية ذو الفقار، ابنة الفنانة فاتن حمامة والمخرج عز الدين ذو الفقار، ظهرت في فيلم موعد مع السعادة، ومع فاتن حمامة في حلقات حكاية وراء كل باب، ثم قامت ببطولة فيلم أنا لا عاقلة ولا مجنونة مع محمود ياسين، وبعد فشل الفيلم قررت الابتعاد نهائيا عن مجال الفن، وتزوجت أجنبيا يعمل في مجال التصوير. نجاة الصغيرة، أول ظهور لها كطفلة في فيلم هدية مع عزيزة أمير وفؤاد شفيق، ثم شاركت في فيلم بنت البلد مع إسماعيل ياسين، وبطولة فيلم غريبة مع أحمد رمزي، حتى أصبحت من مطربات مصر الكبار. آخر أفلامها فيلم جفت الدموع مع محمود ياسين عام 1975. ضحى الأمير، أشهر أفلامها حياة وموت مع الفنان عماد حمدي ومديحة يسري، وفيلم رد قلبي، حيث قامت بدور الأميرة إنجي في مرحلة الطفولة، واعتزلت الفن وتزوجت وتحجبت وتعيش في الإسكندرية، وهي ما زالت على قيد الحياة. نادية الشناوي، ابنة المخرج الراحل أنور الشناوي، شاركت في أفلام حب في الظلام والملاك الظالم ووفاء وغيرها الكثير من الأفلام، وفي مرحلة البلوغ شاركت في فيلم الشياطين والخريف من إخراج والدها، اعتزلت الفن وتفرغت لحياتها الأسرية. طارق عمر الشريف، ابن الفنانة فاتن حمامة، شارك والده في فيلم دكتور زيفاجو. وجدي العربي، شارك في بعض الأفلام كطفل، أشهرها فيلم نهر الحب مع الفنانة فاتن حمامة، وبين القصرين مع يحيى شاهين، كما شارك في مرحلة البلوغ في فيلم
السكرية وإحنا بتوع الأتوبيس، والعديد من المسلسلات الاجتماعية والدينية. بوسي شاركت كطفلة في العديد من الأفلام، أشهرها فيلم الليالي الدافئة وشهيدة الحب الإلهي وهذا الرجل أحبه وعشرات الأعمال في مرحلة البلوغ. كان يطلق عليها الطفلة المعجزة. نورة شاركت في فيلم الليالي الطويلة مع الفنانة نادية لطفي والاعتراف ووفاء للأبد وعشرات الأعمال في مرحلة البلوغ حتى اعتزلت الفن وتحجبت. هاني شاكر شارك طفل في فيلم سيد درويش ومن أجل حفنة أولاد وبعض الأعمال في مرحلة البلوغ، منها لما يغني الحب وهذا أحبه وهذا أريده وعايشين للحب، وبعدها تفرغ للغناء. إيمان ذوالفقار ابنة مريم فخر الدين والمخرج محمود ذوالفقار شاركت في فيلم ملاك وشياطين مع رشدي أباظة، وفي مرحلة البلوغ في فيلم القطط السمان وحرام الحب وكم أنت حزين أيها الحب. اعتزلت وتفرغت لحياتها الأسرية وهي ما زالت على قيد الحياة. عاطف مكرم سالم ابن المصور السينمائي مكرم سالم شقيق المخرج الراحل عاطف سالم لقب بالطفل المعجزة، حيث استطاع بأدائه الطبيعي المرح أن يخطف الأنظار، وشارك بالتمثيل في 11 عمل وهو طفل، حيث تخرج من معهد السينما وعمل بالتصوير السينمائي وهو الآن يعيش في اليونان. قدمه وعمه المخرج عاطف سالم في فيلم أم العروسة عام 1963، ونفس العام اشترك مع مجد الصباحي في فيلم الحقيقة العارية، وتوالت بعدها أعماله السينمائية خلال السنوات التالية، ومن أشهرهم أغلى من حياتي مع صلاح ذوالفقار، وخان الخليلي مع عماد حمدي، والعياب مع لبنى عبد العزيز، والزوجة الثانية مع سعاد حسني. مكرم لم يكن مجرد طفل يرسم البسمات على شفاه الجمهور فقط، ولكنه استطاع مع خبرته الفنية التي اكتسبها أن يتقمص أدوار الشر ببراعة في فيلم نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة شادية، ونجح في أداء شخصية عباس المحورية والتي حطمت حياة البطلة. شارك عاطف مع عمه المخرج عاطف سالم في تصوير فيلم النمر الأسود من بطولة الفنان أحمد زكي ووفاء سالم. سليمان الجندي جسد دور نجل الفنان فريد شوقي في فيلم رصيف نمرة 5 والأسطى حسن وجعلوني مجرما، وفي فيلم رابع وهو بورسعيد، وشارك في أفلام أخرى منها ثورة المدينة والوحش ورايا وسكينة وأرض السلام وشباب امرأة وجميلة بحريد وموعد مع إبليس وغيرها الكثير من الأفلام. ودرس سليمان بمعهد السينما وشارك في بعض الأفلام وهو في مرحلة الشباب، منها فيلم أم العروسة مع الفنان عماد حمدي وتحية كاريوكا وهي والرجال مع لبنى عبد العزيز، ولكنه لم ينجح في سن الشباب كما نجح طفلا، فاعتزل التمثيل واستقر في الإسكندرية وافتتح معرض سيارات. تزوج من فتاة من شبرا تدعى أميمة، وعاش في الإسكندرية حتى وفاته في 16 أغسطس عام 1996 عن عمر يناهز 51 سنة. إيناس عبد الله شاركت كطفلة في فيلم أم العروسة والشيطان الصغير والزواج على الطريقة الحديثة، وفي فترة البلوغ شاركت في أفلام الضحايا وبلا رحمة وغيرها الكثير من الأفلام.
اعتزلت الفنانة إيناس عبد الله الفن وتعمل الآن في مجال الإعلام. دينا عبد الله من أشهر أدوارها الحفيد، وما زالت تعمل في الفن حتى الآن. أحمد يحيى أشهر أفلامه حكاية حب والبنات والصيف مع عبد الحليم حافظ، حتى أصبح الآن مخرجا. سهير فخري شاركت في أفلام اشهدوا يا ناس وصورة زفاف وأمنت بالله وحكم الجوي وغيرها الكثير من الأفلام، وفي مرحلة البلوغ أجازة صيف والاختيار. هالة فاخر ابنة الفنان فاخر فاخر ظهرت في فيلم لن أبكي أبدا مع فاتن حمامة، حتى أصبحت نجمة كوميدية في السينما والتلفزيون، وهي ما زالت على قيد الحياة. نبيل الزجزوجي قام بالعديد من الأدوار صغيرا، أشهرها فيلم لحن الوفاء في دور عبد الحليم حافظ صغيرا، وفيلم سلطان، ويعمل الآن في المركز القومي للسينما. صبرين شاركت في بعض المسلسلات وفي فيلم حب أحلى من حب مع نجلاء فتحي وهي طفلة، واستمرت حتى البلوغ ولها أعمال في السينما والتلفزيون، أشهرها مسلسل أم كلثوم، واعتزلت فترة وعادت بالحجاب لتستمر في العمل بالفن حتى الآن. شريهان ظهرت كطفلة في فيلم قطة على نار وبعض المسلسلات، منها مسلسل المعجزة، وشاركت في فيلم الخبز المر والعذراء والشعر الأبيض، ثم مجموعة أفلام في مرحلة البلوغ، منها الطوق والأسورة وكريستال وقفص الحريم وغيرها، وبرزت في مجال الاستعراض، منها فوازير رمضان. اعتزلت لفترة بسبب ظروف المرض، إلا إنها عادت للفن مرة أخرى. خالد أبو النجا ظهر مع نجلاء فتحي في فيلم جنون الحب، وفي العديد من الأعمال في مرحلة البلوغ، منها في شقة مصر الجديدة وسهر الليالي ومواطن ومغبر وحرامي وغيرها الكثير من الأفلام. هشام سليم ظهر طفلا مع فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم، وعمل في عشرات الأعمال في مرحلة البلوغ، وظل يعمل في الفن حتى رحل عن عالمنا. أحمد عقل الذي قام بدور سقراط في فيلم العفريت، ثم تفرغ لإخراج الإعلانات. رانيا عاطف التي شاركت في بطولة مسرحية هالة حبيبتي مع الفنان فؤاد المهندس، وكما شاركت في بعض الأعمال، واعتزلت لتتفرغ لحياتها الأسرية. سماح عاطف ظهرت في فيلم العفاريت مع الراحلة مديحة كامل، ولكنها لم تشارك في أي عمل آخر. فادي خفاجة الذي شارك في مسلسل يوميات ونيس وفيلم خارج على القانون.